بعد مباراة المصري أكد مستر بريرا أن الفريق قدم مباراة متوازنة أمام المصري البورسعيدي، وأضاف أن هو دفع بعناصر جديدة في اللقاء في ظل إراحة عدد كبير من اللاعبين، وشدد على أن الزمالك واصل سلسلة مبارياته بدون هزائم، ولم تكن هناك دوافع لدى الفريقين للفوز بحكم حسم الدوري وموقف المصري في جدول الترتيب. وجه فريرا التهنئة للاعبين والجماهير واللي كانت حريصة على الحضور لمؤازرة الفريق بالرغم من حسم الدوري. وكمان قال مستر فريرا ان فضل حصول بعض اللاعبين على راحة بعد حسم المسابقة، خاصة وإن الفريق مرتبط بخوض مباراة كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل، وبعدها سيخوض الفريق مباراتي الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وعقب ذلك سينضم اللاعبون للمنتخبات.